ندوتنا اليوم نحن هي اللي عم تحمل عنوان المستجدات في علاج الأورام الجهاز العصبي المركزي. الحقيقة الهدف منها هي عرض هالمستجدات اللي صارت بالفترة الأخيرة، تبادل الخبرات والآراء بين مختلف الأطباء اللي عم يتعاملوا مع هالأمراض، سواء من الجراحين، معالجين كيميائيين، شعاعيين، أطباء التشريح المرضي. فالهدف هو تبادل هالخبرات وصولا للاتفاق على خلينا نقول استراتيجية محددة أو خطوط معالجة محددة بهدف تأمين الخدمة الأفضل للمرضى. إن هذه اللقاءات العلمية هو تأكيد على دور الروابط العلمية بالاستمرار بمسيرة العلم والتعلم، ودور نقابة أطباء سوريا كمساهم في الارتقاء بالمستوى الطبي. اليوم الندوة السادسة لأطباء الأورام تتناول المستجدات في أورام الجهاز العصبي المركزي. تم من خلالها بحث مواضيع مهمة من التشخيص المبكر إلى الوسائل التشخيصية الحديثة إلى بروتوكولات المعالجة الحديثة التي توفر من العناء على المرضى وتوفر من الدواء فتخفف من الهدر وتزيد نسبة البقية لدى مرضانا وترفع مستوى الخدمة الطبية التي يقدمها أطبائنا لمرضانا. اليوم هي الندوة السادسة لهالسنة لرابطة الأورام. الموضوع كتير مميز وغير مطروق، والمستجدات اللي في حقيقة آخر سنتين عملت قفزة، لأن الأورام صارت تعالج بشكل كل ورم لحاله بشكل مشخصا، وهذا يعتمد على الطفرات والدي إن إيه الموجودة بكل ورم. الأورام الصلبة السابقة صار التطور بالطفرات معروف من سنين، من 10 سنين، بينما بأورام الدماغ هي بالسنتين الأخيرات، وهذا معرفة الطفرة وإعطاء العلاج المصلح لها الطفرة ومنتجات البروتينية بيعطي أمل كبير بالشفاء لأورام الدماغ، لأنه لا يعبر الدواء الحاجز الدماغي الشوكي، هي شغلة كتير صعبة. ندوة أورام الدماغ ندوة يعني خلال عمر الرابطة اللي عنده 10-15 سنة ما عملنا غير ندوتين عن أورام الدماغ. أورام الدماغ حالياً دخلت فيه المعالجة الهدفية، دخلت فيه التلوينات المناعية والبيولوجيا الجزيئية، وهالشي كتير مفيد لعلاج الأورام الدماغ اللي علاجها صعب وما كان في عندنا غير العلاج الجراحي والشعاعي. احنا غايتنا انه نحن نحاول نساوي مثل تفاهم او وجهة نظر لزملائنا ليقدروا يتعاملوا معها بشكل اريحي، خاصة انه هي الأورام هي بحاجة لكتير مشاركات بمجموعة كبيرة من الاختصاصات اللي هن المشخص الشعاعي، المشرح المرضي، الجراح، المعالج الكيميائي والشعاعي.